الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الحمد لله حقا حقا، الحمد لله صدقا صدقا، الحمد لله تعبدا ويقينا ورقا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي عليين. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا حوضه وأوردنا حوضه وارزقنا شفاعته واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وألحقنا بنبينا غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ولا مبدلين ولا مغيرين في هذا الدين. اللهم فرح بنا النبي الأمين، اللهم فرح بنا نبينا يا رب العالمين. يا رب نشهدك أننا نحب رسول الله، يا رب إننا نحب رسول الله، فأكرمنا بحب رسول الله وشرفنا بحب رسول الله وأنعم علينا بحب رسول الله. يا عظيم الجاه، يا عظيم الجاه، يا عظيم الجاه، عليك بكل من يؤذي رسول الله، عليك بكل من يؤذي رسول الله. يا رب حرك قلوبنا لحب رسول الله، يا من حركت الجزع لحب رسول الله، حرك قلوبنا لحب رسول الله. يا من وضعت في قلوب الصحابة عشق رسول الله، يا رب ازرع في قلوبنا حب رسول الله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت يا ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. يا من حفظت موسى في البحار، يا من نصرته على فرعون الجبار، يا من حفظت موسى في البحار، يا من نصرته على فرعون الجبار، يا من حفظت يوسف في الجب، يا من رددت يوسف إلى أبيه، يا ناصر المظلومين، يا
المظلومين، ويا منجي اللاجئين، ويا منصر المستضعفين، ويا من ترزق يا الله، يا غافر يا الله، يا والي يا الله، يا متعالي يا الله، يا منجي يا الله، يا سامع يا الله، يا مانع يا الله، يا نافع يا الله، قلوبا سليمة بها نلقاك. اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب، وبكى علينا الحبيب، وكثر علينا البكاء والنحيب. ارحمنا إذا ما حلت السكرات، وفاضت العبرات، وتوقفت النبضات، وقيل مات. ارحمنا إذا ما قيل مات. ارحمنا إذا حملنا على الأعناق، وبلغت التراقي، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق. إليك يا ربنا يومئذ المساق. إليك يا ربنا يومئذ المساق. ارحمنا إذا ما غسلونا، ارحمنا إذا ما كفنونا، ارحمنا إذا ما في التراب وضعونا، ارحمنا إذا ما في ظلمة القبر تركونا، ارحمنا إذا ما جاء منكر ونكير. يا رب لقنا حجتنا، يا رب نشهد أنك أنت الله، وأن محمد رسول الله، ونشهد أن ديننا الإسلام. يا رب ارحمنا يوم العرض عليك، ثبتنا يوم نعرض عليك، أعطنا كتبنا باليمين، وردنا إلى أهلينا مسرورين. أعطنا كتبنا يا رب باليمين، وردنا إلى أهلينا مسرورين. يا رب نحسن الظن بك وأنت رب العالمين، فاجعلنا في أعلى عليين مع النبيين والشهداء والصالحين، واحشرنا يا ربنا مع النبيين.